أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم. وفيها أظهر تقرير للأمم المتحدة أن الدمار جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة طال كافة أوجه الحياة هناك، مشيرا إلى أن الهجوم الذي استمر 51 يوما أسفر عن تدمير ما يقرب من 7000 مبنى ومئات المدارس وعشرات المنشآت الصحية، بالإضافة إلى ضرر بالغ في قطاع الزراعة. ويأتي التقرير قبيل انطلاق مؤتمر المانحين الدوليين لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 من شهر أكتوبر الجاري. وفي بداية سبتمبر قدر خبراء تكلفة إعادة إعمار القطاع ب6 مليارات يورو. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة منذ بداية العام، محذرا من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل. وفي تقريره الرئيسي بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3% للعام الحالي و 3.8% للعام القادم. ويشكل ذلك تاسع خفض في 12 تقريرا لتوقعات من الصندوق في السنوات الثلاثة السابقة، مع مبالغته بشكل متكرر في مدى تسارع وتيرة تعافي الدول الغنية من مستويات الديون ومعدلات البطالة المرتفعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007 إلى 2009. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا العام إلى مستوى يزيد بنسبة 5.4% عن المستويات القياسية المرتفعة المسجلة في 2013. وفي أحدث تقرير شهري لتوقعات الطاقة القصيرة، قالت الإدارة إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي المسوق في 2014 بمقدار 3.8 مليار قدم مكعب يوميا عن العام السابق، ليصل إلى 73.98 مليار قدم مكعب يوميا. وتوقعت الإدارة أيضا أن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 2014 بنسبة 1.6% عن العام الماضي، ليصل إلى 72.51 مليار قدم مكعب يوميا، منخفض طفيف عن الزيادة الواردة في توقعاتها الشهر الماضي. أظهرت بيانات من شركة إيرباص أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية باعت 76 طائرة في سبتمبر أيلول، لكنها جاءت خلف منافستها الأمريكية بوينغ في مبيعات وتسليمات الطائرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ووصل إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها إيرباص في 2013 إلى 626 طائرة، وتستهدف الشركة تسليم نفس عدد الطائرات تقريبا خلال عام 2014 بأكمله، ومن بينها أولى طائراتها A350 التي حصلت على موافقة السلطات الأوروبية المعنية بسلامة الطيران الأسبوع الماضي. فيما أعلنت بوينغ الأمريكية الأسبوع الماضي أنها تلقت طلبيات لشراء 1000 طائرة في الأشهر التسعة الأولى من العام بعد إلغاء شراء 106 طائرات. قالت مصادر إن بنك بي إم بي باريبال الفرنسي طلب من 3 بنوك على الأقل مساعدته في تسوية معاملة بالدولار الأمريكي بمجال الطاقة العام المقبل لضمان استمرار عمل وحدته الخاصة بتمويل المعاملات التجارية في قطاع الطاقة بعد فرض حظر على البنك لانتهاكه عقوبات أمريكية. وذكرت المصادر إن البنك الفرنسي تقدم بطلبه إلى بنوك جي بي مورغان تشيس أند كو وبنك أوف أمريكا ميرل لينش وسيتي بانك في يوليو وأغسطس الماضيين. يذكر أن إدارة الخدمات المالية في نيويورك المعنية بتنظيم القطاع المصرفي كانت قد علقت أنشطة البنك الفرنسي في تسوية المعاملات المتعلقة بالتمويل التجاري في مجال الطاقة لعام 2015 بأكمله في إطار عقوبة لانتهاك عقوبات أمريكية على السودان وكوبا وإيران. كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الاقتصادية ختاما. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.